مساء الخير والسعادة على حضراتكم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج التاسعة. النهاردة البداية هتكون مع تناول لوسائل إعلامية بتتناقش في مسألة تسريب الأسلحة من مخازن الجيش الإسرائيلي للمقاومة الفلسطينية، وإزاي تكرار حدوث سرقات للأسلحة من مخازن الجيش الإسرائيلي، و هل ده دليل على انتقالها لأيدي المقاومة وخصوصا في الضفة الغربية. هنروح مع حضراتكم للكاتب والمحلل السياسي عبد المهدي مطاوع علشان نشوف تعليق سيادته على ما يحدث هناك. مساء الخير لحضرتك، وكيف قرأت هذه التقارير وفي أي سياق تضعها؟ يعني مساء النور عليك وعلى السادة المشاهدين. هذه ليست التقارير الأولى ولا المرة الأولى ولا هي السرقة الأولى من مخازن الجيش الإسرائيلي. هذه الأسلحة غالبا تذهب في اتجاهين في داخل إسرائيل. الاتجاه الأول هي المافيا الإسرائيلية، وموجودة في مدن معينة في إسرائيل ومعروفة بسطوتها، تستفيد من هذه الأسلحة لأنهم في معظمها هي أسلحة فردية عبارة عن بنادق أوتوماتيكية ومسدسات. جزء قليل من هذه الأسلحة يتم تسريبه إلى مناطق الضفة عبر تجار السلاح، وتشتري سواء كانت فصائل أو حركات مقاومة، وأيضا لدى يعني العائلات الفلسطينية، لكن الأمر ليس له علاقة بأنه كل مصادر السلاح هي من إسرائيل أو أنها تشكل نقلة نوعية تتعلق بتسليح الفلسطينيين. هذا يقتصر هذا الأمر فقط على الضفة الغربية ولا يصل منه شيء إلى قطاع غزة. بالحديث عن السلاح وتهريب السلاح، هناك حديث قوي عن نجاح القاهرة في إحداث تقارب ما لتهدئة الأوضاع وتبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين. تعليق حضرتك على الدور المصري لتعطيل وتأجيل يعني قرار إسرائيل باجتياح رفح وضرورة اقتناص هذه الفرصة للتهدئة. يعني أعتقد أن مصر منذ بداية الحرب بذلت جهودا كبيرة لحقن دماء الفلسطينيين منذ الهدنة الأولى التي كانت في بداية الحرب، لكن سوء تقدير من بعض الأطراف الفلسطينية لم تلتقط هذه الفرصة، وأنا أعتقد أن هذه المحاولة وهذه الفرصة ربما تكون الأخيرة، وعلى حماس أن تعي أن مصلحة الشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى هي أهم من أي شيء آخر، وأن تقبل هذه المبادرة المصرية كما هي حتى لا تعطي أي مجال لإسرائيل لاستكمال مخططها الخاص باجتياح رفح واستكمال تنفيذ المخطط الاستراتيجي، وهو تحويل قطاع غزة إلى مكان لا يصلح للسكن، تمهيدا لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة في المستقبل. على حماس أن تدرك أنه هذه ربما تكون الفرصة الأخيرة، وأن تدرك أنه لا يمكن الاستمرار بهذا النهج، وأن مزيدا من الوقت لا يعني أنه سيكون هناك تغييرا للواقع الذي يحدث الآن في قطاع غزة، وأن مأساة الفلسطينيين تتعمق، وأن كل ما يتعلق بحياته يصبح أكثر صعوبة، وعليها أن ترتقي إلى مستوى هذا الحدث. يعني إلى أي ما إحداث تغيير في استراتيجيات حماس بعد أكثر من 200 يوم من الحرب على غزة يمكن أن يحدث الآن؟ وهل ترى حماس أن هذا التغيير يمثل هزيمة أو انتصار لإسرائيل؟ لا يوجد شيء، يعني دعنا نقول أنه نكون واقعيين. طالما لم يتقدم أو لم تكن في نتائج هذه الحرب أي شيء إضافي للقضية الفلسطينية مثل توسيع الأراضي أو زيادة أو تحسين الوضع الفلسطيني بشكل أكبر، هذا يعني أنه لا يستطيع أحد أن يقول أن هناك انتصار على دماء أكثر من 35 ألف فلسطيني وتدمير أكثر من 80% من المساكن الفلسطينية بنسب مختلفة ما بين المحافظات. يجب أن نكون واقعيين أكثر، ننظر بحكمة أكثر. أعتقد أن حماس جربت كل ما كانت تتوقع، حتى ممن يقولون أنهم يناصرون حماس عسكريا، إلا أنهم لديهم حدود وخطوط حمر لا يتخطوها،
بالتالي حماس وحدها ولا يوجد إلا مصر بجانبها الآن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وعليها أن تعي هذه الرسالة جيدا وأن تتقدم في هذا الاتجاه بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب والمحلل السياسي عبد المهدي مطوع، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. الحقيقة في بيبقى كل فترة مجموعة من الشائعات اللي بتمس دور مصر فيما يخص القضية الفلسطينية وغيره. الحقيقة تفنيد هذه الشائعات والرد عليها ده دور إعلامي مهم وشديد الخطورة، وخصوصا في التوقيت اللي بتخرج فيه هذه الشائعات. الحقيقة أنه قناة القاهرة الإخبارية بتقوم بده بشكل احترافي كبير جدا، وده مهم جدا زي ما كنت بقول لحضراتكم إعلاميا، ومهم كمان التوقيت اللي بيحدث في هذا التفنيد، فوجب الإشارة الحقيقة لما يحدث من مجهود كبير بتقوم به قناة القاهرة الإخبارية. سيب حضراتكم مع فاصل ونرجع مستمرين في حلقتنا، خليكم مستنيين.